صباح الخير لكل المشاهدين، وما كنتوا عم بتابعونا بحلقة جديدة من حوار اليوم الاثنين 3 حزيران 2024. عناوين عديدة رح نحكي فيها بهذه الحلقة مثل العادة. ضيفنا اليوم دكتور اسماعيل النجار. صباح الخير صباح دكتور، النور. الكاتب السياسي في جريدة البناء، ولا نقلت؟ بنكتب بالبناء وبنكتب على كثير مواقع. أهلا وسهلا فيك. بكل الأحوال بدنا نبدأ بالسياسة اللبنانية. نحن بنص الحلقة رح يكون معنا كمان الأستاذ علي بركة، قيادي بحماس. نحكي شوي بالملفات اللبنانية، حصيلة هالحراك اللي كان بالفترة الماضية، يعني بالأيام القليلة الفايتة. برأيك الحراك في له نتائج لحد هلأ مبينة، مؤشرات؟ عم نسمع أنه فل المفوض الفرنسي من لبنان، وكأنه عنده إشارات إيجابية من الثنائي. صباح خير مجددا. يعني لودريان عم بيروح ويجي بس لحتى تقول فرنسا انا موجوده وبعد الي دور بلبنان وانا ما انتهيت وما حدا بيقدر يشيلني من هذا البلد. والخماسيه عم تجتمع كذلك الامر، هن مختلفين ببعضهم البعض، اعضاء الخماسيه على خلاف كثير كبير. في واقع بالبلد، البلد منقسم، في كتل نيابيه اضافيه زادت على المجلس النيابي، وهودي الناس بين بعضهم البعض مشقفين بعضهم. إذا الفريق الآخر اللي بده يعمل رئيس جمهورية من 14 أذار مش قادر يلملم أشلاءه، والوسطيين ضايعين بين السفارات، فريق 14 أذار مشتت، فريق 8 أذار متماسك متماسك كليا. اللي ضايعين اللي هن الكتل المستقلة والتيار الوطني الحر. تيار الوطن الحر اليوم لا هو مع القوات ولا هو مع الباقيين، واقف بالنص. الكتل المستقلة كذلك الأمر ضايعة ما بين هيدا الفريق وهيدا الفريق. بس ليصير إن في ما عندهم إجماع، خياراتهم؟ كل واحد عنده خيار بنحترمه، هيدي الخيارات كلها بنحترمها. ما في حدا عنده النية يقرب فشخة باتجاه الثاني، لأنه نحن كلنا عم نشتغل بالمناكفات السياسية. ما حدا عم بيحاول يقول انا بدي اتخلى عن كل ارتباطات الخارجية ومصالحي الشخصية وانا بدي اروح باتجاه انتخاب رئيس للجمهورية تتمشي البلد، بل البلد معطلة. امل بتتهم التيار، التيار بيتهم امل، التيار بيتهم الحزب، الحزب بيتهم القوات، القوات بيتهم كله بيتهم كله. بس انا شخصيا بقول انه الفريق المرتبط بالسفارات مباشرة هو الذي يعطل. انتخاب رئيس ست نورة بلبنان على أساس غالب، على قاعدة غالب ومغلوب، بياخدنا على حرب أهلية جديدة نترحم على 75 فيها. يعني ما فينا نضل نقول والله أنه سلاح حزب الله وحزب الله وحزب الله مسيطر على البلد وحزب الله مش قادر يمنع إخراج عميل من السجن وحزب الله مش قادر يفرض رئيس جمهورية. بالمقابل كتيار وطني حر عنده خيارات خاصة فيه بعد عهد الجنرال عون، هالخيارات تغيرت. يعني في براس الوزير جبران باسيل خط سياسي معين، منهج معين مش عم يقبلوه الإخوان. فإذا نحن بعدنا كل واحد على حفة، بس تتوفر مين يعني الإرادة. الإخوان بس ما وضحت الفكرة. بحزب الله وحركة أمل. أوكي. بشي بيتعارض مع توجههم. يعني أنا سمعت تصريحات للوزير جبران باسيل بتحكي عن موضوع حرب الجنوب انه ما قلنا فيها ولا ما هنالك، وبالسفاره الايرانيه بالسجل الذهبي كتب كلمه مختلفه كليا. فاذا الكل عم يشتغل سياسي، كيف كل عم يعني؟ يشتغل سياسي. اوكي، لكن لا مين احنا المعطل؟ واضحين مين انه المعطل بشكل مظبوط؟ المقاومه بلبنان اوكي، بهذه بكل الخطابات هي مدعومه من التيار. مين المعطل بالبلد؟ مش المعطل جبران باسيل ولا المعطل حزب الله، المعطل البلد هو سمير جعجع. لانه سمير عنده جعجع هالقدره كان يعطي، عنده النيه، هو عنده كتلة نيابية مسيحية وازنة، انه يخطي خطوة مضبوطة. كان اقل شيء قدر حلفائه بالشارع المسيحي واحترم آراء هيدي الكتل وقال لهم تعوا لحتى نكون 50-50، ما بيجي يكون انا ربكم الاعلى وانتم تعبدون. هون المشكل صار بالبيت المسيحي مش بالبيت الاخر. بس هذا الكلام دكتور يعني بناقض الفرضية اللي بتقول انه، او وجهة النظر اللي بتقول انه الرئيس هو نتيجة يعني خلاصة ما سيحدث بعد غزة.
يعني عم تقول وكأنه الاستحقاق الرئاسي هو لبناني لبناني، هل فعلا يجب هذا ان يكون واقع؟ يجب ان يكون. ليه بدها تجي لا في لجنه خماسيه؟ شو اللي بالسعوديه وقطر وفرنسا وغيرها؟ هذا رئيس جمهوريتي، انا لازم توفر عندي الاراده، ما خاف من حدا واقول انا بدي انتخب بشكل ديمقراطي رئيس ميد ان ليبانون. البلد وقف سنتين ونص حتى اجى الجنرال عون، ليش؟ بيمثل 60% من المسيحيين على الارض. انا ما في اجي اجيب رئيس جمهوريه نعم يتسبب لي يكون ضعيف او يتسبب لي بحرب اهليه. سبق بحلقه عندك هون انا حكيت انه فخامه الرئيس قبل ما فل من اصرب عبده التقيت فيه وقال لي انا رئيس جمهوريه ما في اشتغل على المناكفات السياسيه وفي اعمل حرب اهليه، انا دوري كرئيس اني اجمع بالبلد. فنحن بدنا رئيس منشان يجمع البلد. مش البلد يضل مشرزم وكل واحد على ليله مقسم الامور وعايش. اذا السفاره الامريكيه عم بتعرقل لانه بدها رئيس على قاعده غالب ومغلوب. نعم. وباقي الافرقاء رافضين وفي فريق بالنص اللي هي الكتله المستقله والتيار الوطني الحر ضايع بين الاثنين. لكن على اي اساس على اي اساس اليوم عم بصير في وساطات لمفاوضات غير مباشره بين الامريكيين والثنائي حزب الله تحديدا؟ يعني بس في اتصالات بدها تفرض رئيس الامريكاني بيساوم. بدي اقول لك شغله، الامريكاني بيساوم ما بيجي لعند حزب الله ببلاش. نعم. بيجي ليساوم، شو بدكم؟ رئاسه الجمهوريه خذوا غاز ونفط خذوا، بس الجنوب نعم وقفوا شوي، خففوا، وقفوا اطلاق النار، قلبهم مش علينا، قلبهم على الاسرائيلي، كم مره وعدونا بالكهرباء وبالغاز؟ عملوا؟ ما عملوا. ما صار في اتفاقيات كثير وعلى اساس مشينا، وقانون قيصر رح ينرفع عن الخط اللي جاي من الاردن ومن مصر، ليه ما ارتفع؟ لانه الامريكاني كذاب، بده مصلحته مصلحه اسرائيل، انا ما في بهذا البلد عيش العمر كله تحت رحمه الامريكاني، يعني الفريق اللي عم بيساند امريكا بلبنان وعم بيأمن لها مقومات الظلم، انا ما في بقى اني اتحمله. في حل من اثنين، شو هو الحل؟ يا بيهاجر على امريكا يا بيكون بيرجع لبناني. اللبناني بس ما هن كمان اللي عم تتهمهم انه هن تبعيين لامريكا كمان بيتهموا الفريق الثاني بالتبعيه لتنفيذ اجنده ايرانيه. فشلوا لانه هي الحرب بالجنوب مش اجنده ايرانيه، هيدي حرب مسانده لبلد عربي محتل ولشعب عم يذبح وفي بمحيطه ناس بلا كرامه بلا اخلاق عم يتفرجوا عليه، مشاهد الاطفال اهتزت الى ابدان الحيوانات. مش معقول انه هيدا البلد ينذبح بهيدا الشكل وما تسنده. بتقلي ليش انا بدي احمل وزر فلسطين؟ انا ما بلومك، انت من يوم اللي خلقت ضد فلسطين وضد الفلسطينيين. في شغله بدي اقولها، قد ايه انا بحترم الطوائف بلبنان والطائفه المسيحيه بالتحديد، لانه لها كرامه عندي وعند السيد موسى الصدر، هيك ربانا. لما بيقول التعايش الاسلامي المسيحي هي الثروه يجب التمسك بها. لما بيقول انه الطائفيه سبب بلاء لبنان واساس محنته. لكن في بلبنان صهيونية مسيحية يفترض أن تحارب من قبل المسيحيين، مثل ما في صهيونية يهودية وفي يهود بالصهاينة، يفترض أن تحارب. هودي الصهاينة المسيحيين الموجودين عندنا بالبلد اخذين البلد على الدمار. أنا زلمي أخذ خياري، خي أنا عم موت لحالي، القرى تبعي عم تنقصف، أنت عم ترقص ومش صاير عليك شيء والبلد ماشي عندك وأخذ الوكالات الحصرية ومصادر كل البلد، ما فيك تجي تمنعني على طريقة أحد الشلاعيط اللي طلع يقول حزب الله عم يستخدم صواريخ من الحرب العالمية الثانية، أنا إن شاء الله راشي إسرائيل بالحجار، تعال خلي يكون لك شرف المشاركة ورمي حجر على إسرائيل، نحن لهلأ مقدمين فوق 350 شهيد من كبار القادة والأحبة لإلنا شباب، أنت شريكي بالبلد. يعني بتتركني لحتى انا بمعركه مع اسرائيل تطعني من ورا؟ ليش ما بتساهم تجي تتعاون معي لحتى نعمل رئيس جمهوريه؟ نعم. ونعمل بلد نسير امور الناس. بدنا نرجع لموضوع رئاسه الجمهوريه، رح نرجع نروح كمان على جبهه الجنوب، بس ب ما حكي عن زياره لودريان بانه سمع كلام ايجابي من الثنائي، لم يسمع تمسك مثل قبل بسليمان فرنجيه، هيك سمعنا يعني. شو دلالات هذا وشو تغير حتى اليوم حزب الله يقول يفك الارتباط ولو كلاميا بين الاستحقاق الرئاسي وبين ما يحصل في جبهة الجنوب وفي خليني غزة؟ خليني بالرئيس، باسم الرئيس. أول شيء الوزير سليمان فرنجية تم ترشيحه من عين التيني وتم تبني بعين التيني. حزب الله دعم ترشيحه، لم يعلن ترشيحه ولم يتبناه، مش معناته ما بده إياه لا. لكن حزب الله الأسماء عنده تفصيل الأساسي البلد. إيه حزب الله ممكن يفاوض على اسم غير الاسم الوزير الفرنجي؟ كل هالتمسك هو تفصيل؟ يعني في أسماء بديلة
خليني وصلك للي بيريحي. برجع لوقت اللي كانت الانتخابات الماضية وكان مطروح الوزير فرنجية، واجا حزب الله قال له الوزير فرنجية إذا بتتكرم علينا، الرئيس هون عنده عمر متقدم وتجربة سياسية كبيرة، ونحن حابب يختم حياته بخدمة هذا البلد، وهو يمثل ما يمثل من المسيحيين، وتنازل الرجل. تنازل. اليوم في صراع حول اسم سليمان فرنجية، في مناكفات سياسية. نعم. طيب إذا هذا الرجل بده يكون يعني محط تمسك عند الثنائي الشيعي، وهوديكي متمسكين بالرفض، بنترك ليجي سليمان فرنجية البلد بلا راس؟ لا، حزب الله ما بشغل هيك. حزب الله مرن جدا. هذا كلام يعني جديد. انا عم بحكي كلام على مسؤوليتي، مش عم نناقش هذا الكلام. ايه حزب الله مش عم نقول بيتخلى عنه، حتى الوزير الفرنجي اكبر من الرئاسي بيتخلى عنه، ما عنده مشكله. مين قال؟ لا، وهو عنده عده تصريحات وقال كرمال لبنان احنا بنتنازل. مين قال انه هذا الشيء ما بصير؟ لا بصير. الوزير الفرنجي مش كثير اسمه اكبر من انه يعمل رئيس. رئيس بري بيقبل بهذا مين؟ رئيس بري. قلت حزب الله ما عنده مشكله. والرئيس بري بيقبل. امبراطور السياسي اللبناني بيقبل، ما تخافي عليه، بيقبل عنده اللزوم. نحن بنتمسك بالاشخاص. بعد في لزوم اكثر من هيك؟ ايمتى رح تصير هذه الخطوه؟ لا، انت بدك تشوفي اليد الدوليه اللي عم تلعب جوا بالخفاء. شو اللي بدها؟ قديش عملوا وساووا وقاتلوا بدهم يقايضوا بموضوع نواف سلام؟ ما قبل حزب الله. نواف سلام وين؟ اليوم رئيس المحكمه، محكمه العدل الدوليه شو عملت؟ رفضت ادانه اسرائيل. هذا النموذج اللي بده يجيبوا لنا اياه الامريكان. نحن بهذا البلد يا بده يجي ميد ان لبنان، وطني خالص يحب لبنان عن جد، يحب لبنان قولا وفعلا، او ميد ان امريكا. ما بدنا رئيس هيدا البلد. وجهه تغير، ما عاد في مجال. زمن اللي كانت الفقراء تحمل سلة بيض وسطل لبن لتوظف ابنها راح. او منتحول لبلد متطور حديث كل اللبنانيين شركاء فيه، بعيشوا مع بعضهم البعض، او هيدي قاعدة تتقوى علي بامريكا وتتقوى علي باوروبا. ما المشكلة انه طرفين اليوم اللي مشكلين هذا الانقسام الحاد بالبلد انه عندهم نفس الخطاب، نفس الشيء، نفس المطالب، بس كل واحد من وجهة بالفارق من... بفرق شو الفارق؟ انه هني مع امريكا يعني مع اسرائيل، ونحن مش مع اسرائيل. طب والحل؟ الحل بدهم هني يشوفوا حل، وإلا لانه هني شايفين من منظارهم انه في تنفيذ اجنده، وانه من عم تقول بده يكون وطني الصبر. ما بيشوفوا انه هذا الفريق هو فريق وطني. انا برايي من هون من شاشه اجنده خارجيه بالبلد. وهناك احتلال ايراني ما حدا يراهن انه ما بيصير شيء بالبلد. ما حدا يراهن انه ما بيصير في حرب اهليه. منسوب الصبر لدى بعض الاطراف مثل ام بالرمل، عم بخف. انت بينفجر البلد، الله بيعلم. اليوم البلد ناس بضائقة اقتصادية. ما في بلد بالعالم انهبت أموال الناس فيه، مسؤولين نهبوا أموال الشعب اللبناني بكامل يعني طبقاته السياسية. ما ضل شيء بالبلد. بدي خبرك شغلي في سياق هذا الموضوع على اللي عم بيصير بالبلد. هلأ روحي على النافعة، توقف 500 موظف بالنافعة وتسكرت النافعة، ولا زالت لحد هلأ وزارة الداخلية عم بتساوم على تعب المواطنين. شو بيعملوا؟ تخيلي انه اللزقة بدهم مليون ليرة عليها. تخيلي 10 أضعاف من دون قانون رفعوا الميكانيك. بحكي لك نموذج على المطاعم، احدى المطاعم تابعة للشركات ببيروت، عامل نموذج اذا واحد بده يشتغل التيبس تبعه بده يدفع منه 6% من قيمة البيع على الطاولات. يعني اذا اليوم ما طلعت انا كشغيل كعامل ويتر ولا ليرة، والطاولات 2000، بدي ادفع 120 دولار من جيبتي، مش من اللي ما طلعت. هيدا الاتفاق. حتى العامل عم يبتزوه، المواطن اكلوه، راح البلد. ما ضل شيء بالبلد، لا في طرقات، لا في كهرباء. الكهرباء ستنا، ليه ما بده يجي؟ هيك قطر عرضت 3 محطات طاقة نظيفة بالبلد. طيب يا عم يقولوا لنا مين اللي عم بيعرقل؟ يا خيي غير كلكم على الهمس وعلى التوشوش. انا من هون بقول كلهم عم بيعرقلوا، كلهم بالسلطة، كلهم. ليش؟ كلهم لانه اعطوني حل. قطر عم تقدم، قدمت ايران محطات توليد طاقه 2 بقيمه مليار دولار مجانا وتشغيلها لسنتين. اوعى هودي من ايران، يمكن هودي بس يولدوا كهرباء بتصيروا تسمعوا بالبيت علي ولي الله. يا عمي مش هيك، يا عمي هودي كهرباء، يا عمي للشعب اللبناني كله. رفضوهم لانه الامريكاني ما بده اياك تضوي، بده يضرب الاقتصاد من خلال تعطيل كهرباء. قطر هي حليفه. اجت قطر، شو المشكله؟ اجت قطر لانه الامريكاني ممنوع تجيب كهرباء. هوكشتاين شو قال؟ قال إذا صار في اتفاق نحن مستعدين نسهل موضوع الكهرباء. 12 وحكي عنه سمحت سيد، هذا دليل قاطع إنه الأمريكان إلهم عطلين البلد.
فاذا الفريق الامريكاني عليه انه يختار يكون لبناني او امريكاني. هذا بصير عندنا رئيس يعني بهالحال؟ لا، طول ما المجلس النيابي هذا موجود ما في رئيس. سجليه علي من هون، سجليه علي، سجليها علي. انا بحسب كثير للبنان. يعني قصدك التركيب الموجود اليوم بهيدا المجلس ما بجيب رئيس جمهورية. إعادة انتخابات بقانون انتخاب جديد مش مفصل على قياس فلان وعلان. إذا ظلم بهذا البلد ورجال وبيعتبروا حالهم عندهم شعبية يروحوا على لبنان دائرة انتخابية واحدة خارج القيد الطائفي. على أساس النسبية. مش تقريبا كل الكل بيطالب فيها؟ لا. تقريبا يعني. لا. قالوا القانون الأرثوذكسي، أنا واحد من الناس أيدته، قلت يا ريت نشوفه. خلي ولو تجربة مرة واحدة كل طائفة تنتخب نوابها. معلش لا تشوفي قديش في روس بالطوائف بتطير. من الطائفة الشيعية وغيرها انتبه. ما في دقنة مشرطة. أنا حبيبتي ما حدا عم يجيب لي تنكة بنزين ولا عم يجيب لي كيس طحين على البيت. أنا مواطن. أنا هون مش تابع لحدا، عم عبر عن اللي أنا عم حس فيه، عن ألمي وعن وجعي. يعني بتقولي لي إنه أنت شيعي لازم تكون ميال لحزب الله وللرئيس بري، بقول لك أنا ميال للمقاومة مع فلسطين ضد إسرائيل، ميال لخط هيدي المقاومة. بتقولي لي إنه أنت مش خايف والله حدا يسألك أو يسألك، بقول لك لا مش خايف. بلغنا يعني من عمر عطية، يعني عم بتقول إنه السياسة الداخلية أنت ضده. أنا ضد الفساد، أنا بدي بلدي. أنا بدي بلدي، شبابنا عم بيهاجروا يا ست نورة، ما عاد في شباب بالبلد، واللي عم يشتغلوا عم يبتزوهم مثل ما شايفي. حتى المطاعم عم يبتزوهم، على أي أساس؟ أولاد النواب في شي مسؤول انحبس؟ طب بلد بأمه وأبوه النهاب، هودي كلهم نهبوه صغار، معقول الصغار قوية أكثر من الكبار؟ ما في ولا راس كبير انحبس؟ معقولة؟ مليار يورو بيقبلهم رئيس الحكومة مقابل بقاء السوريين 3 سنين؟ لك يا عم 28 مليار خسرت الخزينة بالوجود السوري بلبنان، لك كيف عم تقبل مليار يورو؟ هو قبل المليار يورو مش لأنه مليار يورو، هو قبله لأنه خايف ما يصادروا له أمواله برا، مش متجرأ يقوم يقول لا. يا جماعة نظموا الوجود السوري. بس مش بقرار وحده، يعني في حكومة كمان. يعني في كتار مسؤولين اليوم. ما في كلهم اللي بمجلس الوزراء اللي شايفتيهم ولا واحد بيمون يفك بنطلونه إذا ما المرجع تبعه قال له فك بنطلونك. يا أخي عم نحكي مش عم نسب العالم، هذا المضبوط. خلي يتجرأ واحد يغرد خارج السرب. حافظهم وعارفهم وبعرفهم كلهم سوا. هودي ناس، هيدا تابع لهون وهيدا تابع لهون. هيدا له مكتب هون وعنده مدير مكتب من حزبه، وهيدا عنده مكتب هون ومدير مكتب من حزبه. هيك بتقول وهيك بتعمل، كله بفصل تفصيل. بس بموضوع ملف النزوح بدنا نروح قبل لفاصل، بس انه ملف النزوح صار فيه اداء جديد. هلا بنسمع رايك بعد الفاصل. مشاهدينا خليكم معنا. حوار اليوم بكمل معكم مشاهدينا مع الدكتور اسماعيل نجار الكاتب السياسي. اهلا وسهلا فيك دكتور اسماعيل. بملف النزوح كنت عم بسالك انه اختلف شوي الاداء اليوم، في خطه رسميه نوعا ما، في نيه للتواصل مع الحكومه السوريه. شو برايك صار في جديه اكثر للحل؟ ما بصدقهم. في تجارب سابقه ما بصدقهم، لانه بس الامريكاني يكون له مصلحه يتواصلوا مع سوريا بيتواصلوا. ما بصدقهم. ملف النزوح مش صحيح، الامن العام قايم حمله بلبنان. منيح؟ طيب يا اخوان انتم جهاز الامن العام، الامل المتبقي لنا قايمين بحمله عشوائيه مثل حمله قوى الامن على الموتوسيكلات، احتجزوا موتوسيكل بلديه الغبالي. يا جماعه روقوا شوي، مش تقدر الكل بالطوفي. بدكم تشوفوا حاجه لبنان لليد العامله السوريه. هذا البلد في مضارب وفي عامل، ما تدقوا بالعامل، دقوا بالعامل المضارب اللي عم بيأثر على اللبنانيين بمصالحهم بمهنهم، تفضلوا عليه. بس اما تبلشوا تلموا على جنب ما تصوصلوا، طب ما هي البطاطا بعكار رح تروح بالارض، والمزارعين بالبقاع عم بيقتلوا بحالهم، بدهم عمال. لا، نحن طول عمرنا بهذا البلد بنستعين باليد العامله السوريه ويد عامله نظيفه وعم تشتغل عنا. النزوح بهذا الشكل انا برفضه كليا. بس مين اللي فوتهم على البلد؟ اللي فوتهم على البلد وقال ما بيطلعوا الا عدمنا، امبارح كان عم يشرحهم بالسكاكين ويقلعهم بنصاص الليالي. اليوم الاتحاد الاوروبي بيقول في 7 مليار دولار نحن مقدمينهم للنازحين. طيب انتم مقدمين 7 مليار دولار للنازحين هون عندي بلبنان؟ ليه ما بتعطوهم انتم للشعب السوري هيدا النازح بداخل سوريا؟ هيدا بيساعد الاقتصاد السوري، ما بدنا. يعني شو بدكم؟
ليش الدولة اللبنانية والقضاء اللبناني مقصر ومتخلف عن مسألة انه بطرابلس في خبرية بمكاتب الامم عم يبعثوا ورا السوريين يقولوا لهم خلفوا ما تسجلوا، لانه في ثغرة بالقانون اللبناني بيقول الذي يولد على الارض اللبنانية وهو مكتوم القيد يسجل على الارض اللبنانية داخل النفوس. عم يلعبوا علينا. هيدي رسالة لمجلس النواب يعدلوا هيدا القانون. على اي اساس؟ ليش ما بتقوموا بتحققوا اذا كان هذا الكلام صحيح؟ بتسكروا مكتب الامم المتحدة، العنوا ابو ابوه فللوهم من هون، مره كونوا لبنانيين، مره كونوا احرار. لبنان في تغيير ديموغرافي كبير، وكل اللي بيجوا على هالبلد هيدي من السوريين، اسالي انت ليش فالل؟ بيقول لك بشار الاسد. هو لما كان بسوريا كان كلب الاسد. بشار الاسد رئيس جمهوريه، رئيس دولي محترمه ومؤسسات، بس هو كذاب، ما بده يروح يخدم علم، ما بده يخدم بلده. او جبهه نصره بيكون، او داعش، او 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 بيجي بيعمل لك حجج عنا هون. روحوا كل اللي رجعوا على سوريا ما حدا ضرب كف، ما حدا توقف، ما حدا لمس. روحوا تفضلوا اضغطوا على الاتحاد الاوروبي، بتساعدوهم داخل سوريا. هودي السبعة مليار بعثوا لهم اياهم على سوريا، ما بدكم افتحوا البحر. بس ما هيدا مؤتمر بروكسل، شفنا شو صدر عنه. ما هيدا عم نحكي عن مؤتمر بروكسل، هن عم بيقولوا انه بده يدعموا النازحين. طب بده يدعموا النازحين 7 مليار عندي ليه؟ ليش عم تشجعوه على البقاء عندي؟ فللوه على بلده واعطوه 7 مليار هونيك له ولا مثل ما قال سماحة السيد، هذا البحر مفتوح امامكم فاتخذوه سفنا. يا اخي افتحوه حاجه، ممشين لي بحريه الجيش اللبناني تصول وتجول وتعطي رودن. يا اخي اتركهم يفلوا. يا اخي ليش عم تساهم مع الامريكاني انت يا جيش لبناني وتخليهم عندي بالبلد؟ شو بيمنعنا نعمل هذا الحل؟ بيمنعنا الخضوع للسفاره الامريكيه. بدنا روس ما تخضع للسفاره، بدنا روس ما تخاف من تهديدات الاتحاد الاوروبي. وبيجيكي شخص بيقول لك ايه ما هودي هربوا من ظلم الاسد. اي ظلم الاسد؟ ما ظلموا الاسد وظلموا ابو الاسد. عم بيروحوا يتطببوا بسوريا، لو مزبوط ما هرب، بيروحوا صحيح هذا الحكي بيرجعوا. بعدين ليش التراخي ست نورة، هاي الكلمه الاخيره بهذا الملف؟ نعم. ليش التراخي مع المهربين هالقد؟ حدود في عليها جيش لبناني وقوى امن وشعبه معلومات، وعليها عسكر عم يندفع له معاش من دمي ودمك. كيف عم بفوتوا؟ عم نشوفهم بعكار على الشحاش كيف عم بفوتون. على اي اساس بدك تقولي لي ابدا هيدي الدوله ساعه اللي بدها بتعرف اسماعيل نجار شو اكل، وساعه اللي بدها ما بتعرف مين قطع؟ كله متواطي، وانا بتهم انه في ناس عم يقبضوا مصاري. ولا كيف عم بفوتوا كل ألف واحد سوا؟ كل ألف واحد سوا عم بفوتوا، وخصوصا الضائقه الاقتصاديه بسوريا بتخوف. انا عم بطلع سوريا شيء بخوف. الضائقه الاقتصاديه المفروض بدهم يدعموا لبنان، يدعموا لبنان لمساعدته لضبط هيدا الحدود، يعني وتوفير الامكانيات لضبط الحدود، ويعملوا عوده منظمه امنه للسوريين، والدوله السوريه مرحبه بكل محبه. والسبعه مليار صرفوهم عليهم عندهم ببلدهم. عظيم. الاستاذ علي بركه صار معنا جاهز على تطبيق زوم. صباح الخير استاذ علي. صباح الخير، اهلا وسهلا. قيادة في حركة حماس، بدنا نبدا معك بموضوع يعني اللي طرح منذ يعني كم يوم من قبل الرئيس الامريكي، يقال عنه مبادرة، مقترح. اين هي اليوم حماس من هذه المقترحات الامريكية، وهل هي كسابقاتها برايك؟ يعني كنا عم نسمع الرئيس الامريكي قبل كل تقريبا مناسبه كان عم يكون عنده مبادره، اذا بدنا نراقب اكثر يعني قبل الاعياد، المناسبات ان كانت المسيحيه او الاسلاميه كان عم بيكون عنده كلام مشابه. شو رايك، كيف بتفسر هذه المبادرات الامريكيه؟ حركة حماس كانت قد وافقت في 6 ايار الماضي. نعم. على المبادره المصريه القطريه التي وافقت عليها الولايات المتحده الامريكيه بشخص السفير ويليام بيرنز رئيس CIA، ولكن نتنياهو رفض مبادره الوسطاء وشن هجوما كبيرا على محافظه رفح جنوب قطاع غزه، ظنا منه ان موافقه حماس جاءت من ضعف لإيقاف الاجتياح الإسرائيلي لرفح، واعتقد نتنياهو أن حماس ضعيفة في رفح وأنها لا تستطيع أن تواجه الاحتلال، فرفض المقترحات وشن هجوم وجرب ووجد أن هناك مقاومة شرسة وعنيفة في رفح كبتته خسائر فادحة في الأرواح وفي المعدات. والآن نتنياهو فشل في تحقيق أهدافه في رفح، ولم يجد أسرى إسرائيليين، ولم يقضي على المقاومة الفلسطينية، ولم يستطع أن يهجر الفلسطينيين إلى سيناء عبر رفح. فالآن يعني أرسل قبل أيام وفدا إلى القاهرة
يحمل مقترحا إسرائيليا لإنهاء الحرب ولتبادل الأسرى. هذا المقترح الإسرائيلي تلقفته الإدارة الأمريكية وأخذه الرئيس الأمريكي بايدن وأعلنه مع بعض التعديلات، ولذلك حركة حماس رحبت في المبدأ بخطاب الرئيس الأمريكي لأنه يتحدث عن وقف دائم للأعمال العدائية ويتحدث عن انسحاب كامل لجيش الاحتلال من قطاع غزة وإدخال المساعدات والبدء بالإعمار. نحن أبلغنا الوسطاء المصريين والقطريين قبل يومين أننا سنعطي الجواب النهائي بعد الموافقة الإسرائيلية على خريطة الطريق الأمريكية، لأنه في المرة الماضية نحن وافقنا على المقترحات لكن نتنياهو رفض. ماذا كان موقف الأطراف؟ كانوا يتفرجون. الوسطاء لم يفعلوا شيئا عندما رفض نتنياهو، لذلك نحن لا نريد أن نستبق الأمور، نريد أولا أن توافق الحكومة الإسرائيلية بشكل رسمي على خريطة الطريق الجديدة، وبعد ذلك نحن سندرسها بشكل معمق وسيكون موقفنا إيجابي إن شاء الله. نعم، هل يعني بدي أكرر يعني السؤال بطريقة تانية، هل تراها يعني مناورة ما يقوم به الرئيس الأمريكي، خصوصا مثل ما قلت قبل شوي أنه نحن مقبلون على مناسبة دينية وعيد الأضحى المبارك وموسم الحج، ودائما يعني يستخدم هذا الأسلوب الرئيس الأمريكي بما يسمى دغدغة مشاعر المسلمين في العالم واستقطاب يعني طبعا شريحة كبيرة منهم بهذه المبادرات، هل تراها يعني هي تنفيس للشارع الغربي اللي عم أيضا يطالب بوقف هذه الحرب برسالة إلى المسلمين في العالم؟ يعني هي مناورة أم أنها جدية؟ الذي يناور ويرابغ هو نتنياهو الرئيس الأمريكي. هذه المرة هو جاد في وقف الحرب لأسباب عديدة، أولها أن 8 أشهر كانت كافية لجيش الاحتلال الإسرائيلي أن يحقق أهدافه التي أعلنها، وفشل في تحقيق أي من هذه الأهداف، خصوصا القضاء على حماس وإخراج الأسرى الإسرائيليين بالقوة، ففشل الاحتلال الإسرائيلي. ثم الأمريكي يريد أن يطوق جبهات الإسناد في لبنان واليمن والعراق، ولا يريد أن يذهب إلى معركة إقليمية، خصوصا أن نتنياهو يحاول أن يجر الإدارة الأمريكية والمنطقة إلى حرب إقليمية واسعة. الإدارة الأمريكية ترفض ذلك. ثم أن الحركات الطلابية في الغرب وخصوصا في الجامعات الأمريكية، هذه الحركات لها تأثير كبير على الانتخابات الأمريكية وعلى استطلاعات الرأي. لذلك الرئيس بايدن يعتبر أن استمرار العدوان على غزة سيفقده موقعه كرئيس للولايات المتحدة في ولاية ثانية. فهناك مصالح أمريكية هي وراء الموقف الأمريكي الجديد للرئيس الأمريكي، واعتقد أنه ينبغي اليوم أن يوقف دعم الجيش الإسرائيلي بالسلاح حتى يفرض على نتنياهو القبول بخريطة الطريق الجديدة ونخرج من هذه الدوامة، لأن جيش الاحتلال عالق في غزة ولم يستطع أن يخرج منها، ونتنياهو يحاول أن يطيل أمد المعركة من أجل إسقاط بايدن والمجيء بترامب مرة أخرى إلى سدة الرئاسة الأمريكية في نوفمبر القادم. فهو يحاول أن يمدد الحرب إلى نوفمبر أو إلى يعني تشارين حتى تؤثر على الانتخابات الأمريكية ويكسب الحزب الجمهوري الحليف الطبيعي والدائم لليكود ولنتنياهو. لذلك نحن نقول أن الذي يؤخر وقف إطلاق النار والذي يعرقل كل الوسطات هو نتنياهو شخصيا، لأنه يدرك أن انتهاء الحرب يعني أنه سيذهب إلى المحاكمة وأنه ربما يخسر رئاسة مجلس الوزراء. يعني هل تتوقعون أو تستبعدون يعني قبول نتنياهو بالعرض الأمريكي؟ وماذا لو قبل يعني شو راح يكون موقفكم؟ هل لحماس مصلحة بهذا المقترح؟ على العرض الأمريكي لكن مع هدنة وليس مع وقف الأعمال العدائية كما تحدث الرئيس الأمريكي. نحن نريد أن يكون هناك ورقة واضحة
وأن يكون تفسير الهدوء المستدام الذي ورد في المبادرة الأمريكية أن يكون بشكل مكتوب أنه وقف الأعمال العدائية من الجانبين بشكل دائم. هذه أضافها الرئيس الأمريكي وهذه مقبولة لدى حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية، لكن نحن لن نعطي الجواب الآن حتى توافق الحكومة الإسرائيلية ونتنياهو شخصيا على المبادرة الأمريكية، بعد ذلك سنعطي الجواب. نعم، شكرا جزيلا أستاذ علي بركي رئيس دائرة العلاقات الوطنية في حركة حماس، شكرا لكم على هذه المداخلة. من وجهة نظرك دكتور، شو رأيك بكلام بايدن اللي اعتبروه العالم أنه هو كلام مفاجئ، علما أنه مش أول مرة بيحاول أنه يكون كلام شيء والدعم على الأرض شيء ثاني؟ أولا بايدن يدافع عن بايدن كما نتنياهو يدافع عن نتنياهو. يعني بايدن يريد وصول الحزب الديمقراطي الذي أصبح يعني أصبحت حرب غزة تشكل خطرا كبيرا على فوز الرئيس بايدن الانتخابات. يعني خسارة بايدن خسارة الحزب الديمقراطي وعودة الجمهوريين برئاسة دونالد ترامب، خصوصا أن داخل الولايات المتحدة الأمريكية هناك عداء مستحكم وتصفية حسابات كبيرة جدا بين أشخاص موجودين في الحزبين، والجميع يعرف ماذا فعل الحزب الديمقراطي في الحزب في دونالد ترامب بعد خروجه من الرئاسة. اليوم أمريكا أعجز من أن توقف الدعم العسكري على إسرائيل. نتنياهو أقوى من بايدن وإسرائيل أقوى من الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه إيقاف الدعم يعني تهديد إسرائيل وجوديا. إيقاف الدعم الأمريكي تهديد إسرائيل وجوديا، هذا الموضوع محسوم بأمريكا ومتفق عليه. حتى لما بيقولوا جمدنا شحنة أسلحة بتكون واصلة قبل ما يصدروا هذا القرار، منافقين، هذا الكلام مش صحيح. كل القنابل التي تلقى بأوزان ثقيلة من 2000 رطل وغيره على الفلسطينيين كلها واصلة حديثا. أصلا المخازن الصهيونية خوت باستثناء بعض الاحتياط الاستراتيجي اللي حافظينه لأي حرب متوقعة مع لبنان. من هذا المنطلق منقول أنه الأمريكي يريد استمرار الحرب والإسرائيلي يريد استمرار الحرب رغم الخلافات على طريقة إدارة هذه الحرب، لكن السيف الصهيوني أقوى من الرأي الأمريكي المفروض عليها. اليوم قدامكم حل من اثنين، يا ببقى أنا وبتبقى معي إسرائيل، يو أنا بروح بتروح معي إسرائيل. هيك نتنياهو عم بخاطب الأمريكان. إسرائيل أثبتت بأنها دولة وظيفية، دولة تؤدي دور وظيفي، ليست كيان ديمقراطي كما سوق لها في العالم، بدليل أن إسرائيل كشفت عن وجهة سقط القناع في غزة من حجم الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية اللي ارتكبتها. أيضا كانوا يقولوا والله العنصر اليهودي والجندي الصهيوني لهم ثمن، اليوم شفنا لا مش صحيح، حتى المستوطنين الصهاينة هني أدوات يعني عبارة عن مداميك لبناء هذا الهيكل الصهيوني، بدليل أنهم قتلوهم بدباباتهم بطائراتهم للأسرة، هني قتلوهم ومش سائلين عليهم ومش عم بيقدروا ومش عم بيفاوضوا عليهم وما بدهم يخلوا السجون. يعني لا المستوطن له قيمة طلع، ولا إسرائيل دولة ديمقراطية، ولا أمريكا مستعد تضحي بهذا الكيان لأنه يؤدي خدمة وظيفية قوية جدا في المنطقة. من الذي روض هذه الأنظمة العربية سوى العصا الصهيونية؟ من الذي أتى بهؤلاء الرؤساء وحولهم إلى خراف على رؤوس في المنظومة العربية على رؤوس عروشهم؟ العصا الصهيونية الغليظة اللي ضربت كل رأس. لو كان في إرادة عن بعض الدول العربية إسرائيل ما عاشت 75 سنة. اليوم نحن بمعركة مفصلية في هو كتير كبير وما في مجال للمفاوضات. بعدين عم يتفاوضوا مين؟ مصر، تركيا، قطر، الأردن، إسرائيل، أمريكا، أهل العروس ببعضه. ما بصير في شي طرف مؤيد لفلسطين وبيبعتوا ورقة لمين؟ لقيادة حماس بقطر اللي هي محطوطة والسيف على رقبتها. اليوم القرار الحقيقي في فلسطين بموضوع غزة، مع احترامي لكل قيادة حماس، خسر حماس، يخرج من الخنادق وليس من الفنادق. واللي بيقول لك اني قادرين ياخذوا قرار مش قادرين ياخذوا قرار، مع احترامي لاسماعيل هنيه ولا خالد مشعلي ولا كل ولا الاخ علي برك الذي نجل ونحترم، قال قرار مع يحيى السنوار ومحمد الضيف، هني بيوافقوا هاي الورقة وما بيوافقوا هاي الورقة. بيضغطوا عليك، بيخلوك تحت الإقامة الجبرية، بيشيلوك على بلد تاني. أنا مش بفرقة معي، أنا موجود تحت الأرض تحت الشهداء بغزة عم قاتل، أنا اللي بفرض شو بده يصير. من هون اللي هو كتير كبيري وبيتخابطوا ببعضهم وبياخدوا وراء وبيجيبوا وراء. شوف أخبث دور في هذه المعركة أخبث من الصهيوني الدور المصري. يا لطيف ما ألأمه، يا لطيف ما ألأم السيسي، هذا يهودي يهودي بوجه إسلامي.
الورقة المصرية دائما ما تكون إسرائيل طالبة فيها اثنين بيعدلوها لنصاروا بصير خمسة. ولك يا خيي بعد شوي عم بتخيل المشهد، نتنياهو عم بيقول له للسيسي ولك والله حرام، عم بيقول له شو بدك يلعن أبوه ونقبرهم. شو هالتخاذل العربي المرعب المخيف؟ بس بعده عم بيحاول منع يعني تنفيذ مخطط التهجير و لا 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 لا, لا يا ست الكل. خلينا نتابع بعد في إحراج. كلمة أخيرة، في إحراج لمصر بموضوع المحور المعبر. اجوا الإسرائيلية قالوا له نحن بنخلصك من الإحراجات، خضنا خط فيليدلفيا كله سوا، الايه المسؤوليه علينا؟ بضوء اخضر يعني، ولو مثل ما صنعوا بربر اغا وصنعوا انور السادات بطل عبور القناه، كلها حروب مصطنعه وكلها رجال من كرتون. رح نتابع حديثنا بعد الفاصل، خليكم معنا مشاهدينا. الجزء الأخير من برنامج حوار اليوم مع دكتور إسماعيل نجار الكاتب السياسي. دكتور حكينا بموضوع غزة، يعني لنختم قبل ما نفوت على جبهة الجنوب، الحرب طويلة برأيك رح تكون؟ ما رح يوقف اطلاق نار قبل عيد رأس السنة قطعا، وغزة لن تسقط، انتبه، لن تحقق إسرائيل شيء وستعود إلى التفاوض والتبادل. ما هلا قلت لي انه المفاوضات هي بلا نتيجه لانه معروف مين عم بفاوض. لن يكون هناك قبل الاداره الامريكيه جديده وقف لاطلاق النار، وراح نروح على حرب تشتد احيانا وبتخف احيانا، وكل التهوير على لبنان مسحي في الارض ولا شيء، ما بيطلع من امره شيء. بعد عيد راس السنه بده يصير في حديث اخر، ستبقى حماس وتبقى غزه، وينسحب الجيش الصهيوني من غزه، وبده ينفتح المعبر، وبده يعيدوا الاعمار، وبده يصير في تبادل على نظيف. الذي اتخذ القرار وصمم على ان ينتصر او يموت وهو يقاتل من تحت الشهداء في الخنادق والانفاق، تحت الشهداء هو صاحب القرار وهو الذي يقرر. ولبنان جبهه مسانده لن تهدأ طالما ان النيران تسقط على راس الاخوه في فلسطين في غزه. بس قد ايه بعد يتحمل؟ يعني عم نشوف مناطق بالجنوب شبيهة بغزة، يعني الدمار. ما محملين الشعب اللبناني وزرة، نحن ما مقربين على حدا من اللبنانيين، نحن حاملين خذينا بصدرنا بولادنا بنسواننا بأطفالنا ببيوتنا بأرزقنا. حاملين حدا شيء؟ ضربت إسرائيل بشي منطقة لبنانية؟ ما ضربت، عم تضرب بالجنوب بتضرب بالبقاع، مش هيك؟ بس يضربوا بالضاحي في حديث ثاني. في توسع للحرب لهذه الجبهات؟ أبداً، لن يتجرأ الإسرائيلي، مرعوب من حزب الله، مثل البط عم يتصيدوهن الشباب ما شاء الله عنهم، مثل البط ما عم يخلوهن يتحركوا، لبسوا قفاضات بالميل الثاني، اجوا ليفرضوا عنا حزام 7 كيلومتر، فرضنا حزام 10 كيلومتر، اجوا لحتى يبيعدونا لشمال الليطاني ويهجرونا هجرناهم، وكل يوم بيقول لك سنسحق سندمر، شبعونا مراجل وايدي وكوهين ومدري مين ومدري مين. اخر شيء القرار للشباب اللي هونيك، كل يوم الشباب بيطلعوا له نوع من السلاح جديد. هلا اخر صاروخ الماس 3 اللي بعثوا لنا اياه ما شاء الله عنه شو شطور، بيروح بدور على هدف لحاله، هو يقعدوا يعني عاقلين احسن له، مش هذا الاسرائيلي المنشا؟ نعم. يقعدوا عاقلين احسن له، لانه ما عارفين شو مخبي لهم حزب الله. وبدي اقول للصهايني من هون من منبركم الحر كلمه، حزب الله اقوى من جيشكم والجيوش العربيه مجتمعه، ما تنغشوا، واحد ونبقى والأيام بيناتنا. مش بيع حكي، وسوريا بتشهد والعراق بيشهد ومطرح ثالث بيشهد. ثالث وين؟ بيشهد علي، خلي طيب. غير جبهة لبنان. بموضوع يعني طلع كلام كمان عن الخارجية الفرنسية أنه في تجاوب ربما من قبل حزب الله بقبول عرض ما لإقفال جبهة الجنوب. هني عم يحاولوا الفرنسيين يظهروا انه حققوا انجاز ولا شيء، ما فلقوا البعره من الاول، بعده الحزب على قراره، وقفوا بغزه، موقف نحن معنا لا تقربوا لا تفاوضوا ولا شيء، نحن عم نراقب جوا شو عم بيصير، خففتوا النار خففنا النار، رفعتوا الوتيره بس الاسرائيلي رفض، وسعتوا وسعنا، وقفتوا وقفنا. بس الفرنسي بده يقول انه انا موجود وعندي دور، لا ما حدا عنده دور. القرار بيد الاخوه في قياده حماس والجهاد الاسلامي بغزه، ونحن في خدمه هؤلاء المظلومين. ما تقدم به هوكشتاين شو رأيك؟ أنه ممكن كمان يكون منشوف كهرباء وغاز
ومازوت وبنزين مثل ما شفنا ايام ما وعدونا بسوريا. امريكاني كذاب ما حدا يحكي فيه. ما حدا يحكي فيه. بس هيدي رساله لتاكد المؤكد للي عم بيقولوا لا انه اللي قطع عنا الكهرباء هي امريكا والمحاصرتنا امريكا. ولك يا عمي ما امريكا حليفتكم، ولك خبطتكم كلكم، ما الدولار علينا كلنا وغلى البنزين علينا كلنا والمصارف اكلت حقوقنا كلنا. يا عمي شو بكم عم بتفكروا بامور عن جد ما بتنفعكم؟ تعالوا نتضامن، تعالوا نتالف نحن اللبنانيين. انتوا لازم تعتزوا انه صار عندكم بجنوب قوه عم تدافع عن لبنان. لك والله لولا المقاومه وهودي الطيارتين اللي بعتهم السيد حسن على كاريش ما شفنا غاز، وهلا موقفين الغاز. امبارح توتال شو قالت؟ قبل بسنه قالت شو؟ قبل اول ما بلشت 7 اكتوبر قال انه لا ما في غاز. امبارح قالوا باربع اشهر بنخلص، خلال 6 اشهر بنبلش نبيع. لانه جاي ضمن الفرنسي يعني. اكذب من الامريكاني. مش معقول يعني نخب بالتفنيص والشعب اللبناني متواطئ. ما في من لبنان ناس كتير متواطئين معهم. بعدين في كارتيلات بلبنان عم تساعدهم لانه مستفيدين من المولدات ومن المازوت ومنه 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 ومنه. واخر شيء كل الحق على الحجي فاطمي، حق على حزب الله. يا خي روقوا شوي، حزب الله داير وجهه على اسرائيل، مش بتطلع فيكم ورا، والله مش شايفكم، والله العظيم انا بقول يا رب امرار بس اسمع شي تصاريح ما بيشبهونا وما بنشبههم، وحكي من الشكل بقول له يا الله هيك ساعه غفله فتصبروا السيد حسن بس، لانه 3 ساعات. لا هذا كلام كمان كيف؟ كلام كبير، لانه لما بيطلع لي واحد مثل هيدا مكرم رباح وبيحكي بده اسرائيل تجتاح لبنان، شو يعني؟ هو ما اختجل مني بده اسرائيل تجتاحني، مثل ما بيت جميل جابوا اسرائيل ب82 وانا ممنوع اقول هذا الكلام. بدك تجيب اسرائيل بدي كسر لك اجريك وزدتك بتل ابيب هونيك. ما عاد في تسامحنا زياده عن اللزوم، انا مش صاحب قرار وبكره بس ما فيك تلغي رأي تاني. بس انا بالبلد انا مراقب يعني الي رأي. ما فيك تجبر شخص تاني يفكر مثلك. ممنوع بده يفكر مثلي غصبا عنه، ولا بروح على الحبس لو في قانون. نحن دولة ذات وجه عربي، يعني هوية عربية ووجه عربي، نحن بحالة بعداء مستحكم مع إسرائيل، ممنوع حكاية الكلام، لازم يزت بالحبس. كيف الحكي؟ نحن منا مثل ما بقولوا في نيقيين ومنكن عرب. نحن ببلد في عداء بيننا وبين إسرائيل ولا لا؟ في سلام بيننا وبينها؟ ممنوع يدعي جيش أجنبي يحتل بلده، مفروض ينشلح بالحبس هذا. وشو أنا شو بدي أقول؟ لا بده قتلي هذا، بده قتلي. حتى هذا إذا انجر على قوة كبيرة بده قتلي. هذا الكلام إذا بيستدعوا قوة كبرى بلبنان بتستدعي إسرائيل بده قتلي. اوعى يفكروا 82 رح يرجع ل يتجدد من جديد ويرجع شارون يجي على المنطقة الشرقية ويرجع يفوتوا الدبابات علينا من تاني ميل. اوعى. طب شو الحل يعني اليوم؟ كمان الاستقواء دائما هذا الخطاب كمان هذا لا هذا مش خطاب استقواء، هذا بينفر ما بيقرب وجهات النظر. ليكي لخبرك شغلي، وقت اللي اغتالوا بشير جميل صاروا يخطفوا ويقتلوا على الطرقات الناس ما لها علاقه، ما لها علاقه. انا واحد من الناس اللي بالوزاعي طلعت بالبوصله واخذوني على المشرفي وخلصنا واحد وشيلنا. على اي اساس؟ هذا زمن الفوضى ولا وصارت اعدام وكاحل. انت ببلد بدنا نعيش كلنا سوا، هذه سفينه وحده، ما فيك تقلي عم بتقب تحت جري ما لك علاقة، تروح السفينة بتغرق فينا كلنا سوا. بدنا نعيش بهذا البلد كلبنانيين تحت سقف الهوية اللبنانية. عم نرجع نقول شو الحل؟ روحوا على انتخابات. لبنان دائرة انتخابية واحدة خارج قيد الطائفي على أساس النسبية. ليه بيقبلوا فيها؟ بيقبلوا فيها مين؟ الكل. بما أنه حضرتك صريح وجريء وبتقول الثنائي الشيعي عملها بيقبلوا فيها، أتحدى الباقيين أنه يقبلوا فيها. انا بتحدى الباقيين. ليش؟ بتعرفي اذا بصير لبنان دائره انتخابيه واحده يا بيش في بيوتات سياسيه رح تتسكر، يا بيش في كارتلات وروس وتجار واصحاب وكالات رح يتربطوا بجرايهم وينكبوا للسمك بالبحر، لانه رح يجي يكون مجلس نيابي يمثل لبنان حقا. ساعتها بفش قلبه اللبناني باقصى عكار بينتخب نوابه بعلبك والجنوب وكسروان والعكس صحيح. ساعتها بنختار مجلس بملء ارادتنا، مش مثل قانون غازي كنعان بعنجر بيمسك المقص. بدي خبرك نهفي صارت بيستدعي غازي كنعان مرة من المرات، ما حطول عليك، نواب ومخاتير البقاع بده يرشح نادر فكر، كنت أنا موجود، وراحوا لهونيك نصب على مرجة نهر نبع غزيل هالخيام. شو قال؟ جابولن شاي، جابولن شاي بلا سكر. صاروا يشربوا يمتعضوا هيك، قال لهم شو في شو الشاي بلا سكر؟ قالوا له ايه؟ قال لهم شفتوا ما في شيء بيحلق الا مع السكر، انتخبوا نادر سكر. اخذ نادر سكر اكثر من نواب حزب الله بالبقاع.
ليش نحن على طول بدنا وصاية؟ ليش على طول بدنا عصا فوق راسنا؟ ليش ما منكون مرة واحدة لبنانيين أحرار؟ لك حرام، لك شوف الهجرة، لك من الشارع المسيحي شوف الهجرة، أحلى شباب، أحلى عقول صارت برا البلد، ليه هاي البلدان راحوا عليها؟ بيلبق لأولادنا؟ بيلبقوا لأ؟ نحن هون مش حلو بلدنا يكون هاي العقول عنا. قضوا على الزراعة، قضوا على الصناعة، ما خلوا شيء. لك جورج فريم الله يرحمه قال بدي أعمل كهرباء بقعد الساعة 9 بالليل. ما فينا نكفي بهذا البلد. امبارح احد الاصدقاء قال لي يا خي خايف تجي هلا يفلوا هول الشبعانين اللي نهبوا يجوا جوعانين وراهم، خلي هودي احسن. والله العظيم صرنا ضعنا ما عدنا عم نعرف نفكر لمين بنخلي ومين من بدنا نفلل. هن بايدهم المقص يعملوا لبنان دائره انتخابيه واحده، بتتسكر بيوتات سياسيه، بتعرفي بهذا البلد في ثلاث اشخاص مثل ما قال السيد لا بي بيك ولا انا بيك ولا ابني رح يكون بيك. ونبيه بري لا بيو بيك ولا هو بيك ولا ابنه رح يكون بيك، وميشيل عون لا بيو بيك ولا هو بيك ولا ابنه رح يكون بيك. هودي الثلاثة حصرا بالبلد، وبقت ما بقى كبه بالبحر، كبه بالبحر، بيو بيك وجده بيك وهو بيك وابنه بيك وابنه عم يتهيأ بيك بهذا البلد. حلو. الطائف اليوم يعني اذا تطبق الله يرحمه، الله يرحمه برايك الله عليه. رايحين على يعني من هون بنقدر نعرف شو المشكلة؟ إذا الطائف الموجود ما في تطبيق لإله وفي ناس بتطالب بتعديله وناس بإلغاءه، يعني من هون ما في توافق. الطائف انتهى، الطائف انتهى. أنا بتمنى عليك تسجليهم عندك وتذكرين الطائف انتهى، ورايحين على مؤتمر على مؤتمر تأسيسي رغم رفض الكل الأيام بيناتنا. رايحين على مؤتمر تأسيسي، واللي عم يراهنوا عليه انه ممكن يكون معه يسجل تقل عندهم هن بيعرفوه انه لمصلحة مين رح بس يكون بس تشتد الأزمة بيوقف على راس التلة ليشوف الميزان لمين بيروح معه. لمصلحة مين؟ مصلحة لبنان. مؤتمر تأسيسي إعادة ترتيب أحجام وأوزان. ما بقى فيي أنا كون إلي 55% من الشركة وأنت المدير العام، بطلناها الخصلة. وقريبي مش بعيد، انتبهي شغلة سنتين يعني رح نضل كمان سنتين بلا رئيس. ذكري كمان شغلي، بنهاية عهد المجلس النيابي ستكون الحرب السياسية الكبرى بين الرئيس بري والاتحاد الأوروبي والأمريكان. كيف يعني؟ فسر لنا. أنا بلي هذا الرجل لن ينهي حياته السياسية إلا بموقف مشرف مثل ما تعودنا عليه من سنة 1982 لليوم. الرئيس بري لن يقبل بتوطين السوريين، في حكي على أنه السوريين يجب خلال سنة ونص انه يكون بلشوا بتسجيل الاولاد اللي مش مسجلين. والرئيس بري سيكون مثل السد بوجه هذا الطوفان وسيبدا. بس ما كان قادر يكون قبل، يعني الرئيس بري معروف بعلاقاته حتى مع الغرب، يعني ما كان دايماً قادر يعني دائما حتى بالسلطه التشريعيه متهم انه مهيمن وهو عنده كتل نيابيه ما بيقدر يمون عليها. الموضوع بالمجلس النيابي ستنا يلغوا هيدا القانون، هي الثغره يسكروها، ما يفسحوا مجال لحدا يتسجل. ولد مكتوم مش ذنبي، مش من أبوين لبنانيين، وهودي موجود عائلات سورية تحمل الهوية السورية، خل أولاده ما سجلهم بيروح سجلهم بسوريا، ما بسجلهم عندي هون، ما بفوت عليه الاتحاد الأوروبي بهي الثغرة. إذا سيختم رئيس بري حياته السياسية بصراع مع الأوروبيين والأمريكانيين والأمريكان، لأنه اللي حارب الأمريكان لما كانوا على الأرض مش رح يستسلم لأنهم بالسياسة آخر عمره. بس هو الوحيد اللي بيتواصلوا معه الأمريكان، بيتواصلوا معه لأنه هو فاتح على كل العالم والناس، يعني عنده دهاء سياسي مخيف جدا، وهو ما بسكر أبوابه أمام حدا، وحتى بيضحك للكل، بس بالنهاية بيعمل مصلحة البلد. بدي أتشكرك دكتور إسماعيل نجار على هذه الحلقة الحلوة مثل العادة. شكرا لك على حضورك لبرنامج حوار اليوم. شكرا الأخير لكم مشاهدينا، إلى اللقاء. We'll be right back.